بمشاركة 500 عارض من 25 دولة، بينهم أزيد من 100 عارض جزائري. يعود الصالون الدولي للصناعات الغذائية جزاجرو في طبعة جديدة ليفتح أبوابه للزوار بعد غياب دام سنتين. جزاجرو اللي هو في الطبعة 19، هذا العام كاين عندنا حوالي 500 عارض أجنبي وجزائري من 25 دولة، 70% منهم أجنبيين و30 جزائريين. هذا العام نستناو حوالي 20,000 زائر محترف. الصالون فرصة لالتقاء الفاعلين والناشطين في مختلف شعب الصناعات الغذائية لتبادل الأفكار والتجارب وعرض آخر الابتكارات في المجال، وكذا فرصة للعارضين الأجانب للانفتاح على السوق الجزائرية. في الصالون انا في كلكو كونتاكت، يفتح مجال يعني في الميدان الصناعي كيفاش يلزم التقرب للزبائن. مون افي سان ان سالون تري انتريسانت، جي فوا كي لي جون سون انيمي انفي دي ريبراندر لي ترافاي افيك بليزير انتوزيازم ابري لي كوفيد. سا نو بيرمي ان فيت دو لي رونكونتري سوا دي كليون كون كوني ديجا اي بلوز امبورطون انكور بيتيتر اوسي دو نوفو كليون كي نو كونيس با انكور. صالون جزاجرو الذي ستتواصل فعاليته على مدار 3 أيام سيعرف تنظيم محاضرات حول عدة مواضيع متعلقة بالمجال كالاتجاهات الجديدة في الصناعات الغذائية ومستقبل شعبة الحبوب.